السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نديرو مقارنة ما بين الجو برو 8 بلاك اللي هي كانت ثاني كاميرا من شركة جو برو كنشريها، كانت عندي قبل منها الخمسة بلاك جو برو هيرو 5 بلاك، من وراء الهيرو 8 بلاك عاد خديت الجو برو هيرو 12 بلاك. ف مقارنة من ناحية غير الحجم والمميزات والمسائل اللي كاينين فيهم بجوج، فلاحظنا من ناحية الشكل كاين اختلاف. جوبرو هيرو 12 بلاك كبيرة في الحجم، جوبرو هيرو 8 بلاك صغيرة، الهيرو 8 بلاك فيها الايكرون عادية غير LCD، والجو برو 12 فيها ايكرون كولور. اللينس ديال الجو برو هيرو 12 بلاك كتحيد بحال لي فيرسيون ديال 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 كلهم كيتحيدوا الا 8، هذه هي الكاميرا الوحيده اللي داروا فيها اللينس ما كتحيدش. الا ضربات ولا شي حاجه مشكله، صافي لوح الكاميرا خصك تحافظ عليها. انا كنت كنحافظ عليها بزاف باش تحاول ان اللانس ما تضرب من والو، هذه كتحيد كتبدل. من ناحيه لي بوطون كاين اختلافات، كاين اختلافات. هذيك 8 كيبان البوطون ديالها خارج، ولكن البوطون ديال الباور مود ديال 12 بلاك خارج، ديال 8 داخل، كتعطيك صعوبة باش تورك ليها باش، ولكن هي خدامة. ميكروفون قدام هو كنشوفو دوك التقيبات صغيورين، هنا عندنا ميكروفون تاهو بتقيبات صغيورين كيبان كبير. هنا في 12 ميكروفون كاين الفوق، كاين ميكروفون هنا، ميكروفون هو في الجنب، هذا اللي كيبان هنا بحال الفتحة ديال الباب، هداك ديال الما كيخدم في بلايص اللي فيهم الما. هيرو بلاك عنده ميكروفون هنا، ميكروفون هنا، ها هي التقوى كتبان، ميكروفون اخر واقيلا لتحت في بلاصة اخرى، بلاصة اخرى. المهم كاين هما اغلبية كلهم فيهم بلاصة ديال الميكروفون. بالنسبة للايكرون، الايكرون ديال 12 باينة كبيرة، والايكرون ديال الهيرو 8 صغيرة. الى حطيناهم حدا بعضياتهم، نفس لافيكساسيون اللي كاينه لتحت باش كيركبوا في الكاسك ولا في دوك البياسات ديالهم باش كتركبها في شي فيكساسيون بحال بحال، غير الجو برو 12 زادوا في هذيك فيكساسيون ديال لي تريبي وداكشي، هي كتبان في واحد الترو الوسط واحد الثقبه. جو برو 12 كتبان غليظة على 8، باينه في الحجم و حتى في الحجم راه كبير عليها. نفس لافيكساسيون كيف ما قلنا، بجوج ما عندهم نفس لافيكساسيون ما كيتشيكسيو. على قبل باش تركبهم في حالة البياسة هادي وتركبها في شي بياسة اخرى، في كاسك، في ديك الموند ديال الشيس ديال البواطرين صدار، ولا في شي فيكساسيون اخرى، ولا في المهم بزاف ديال لي فيكساسيون كاينين. بالنسبه للي كاركتيرستيك اللي كاينين في الجو برو 8، كنت خديتها في 2019، كان ديك الساعه يلا خرجت وخديتها، عرفتي شنو هو داك الاحساس ديال عندك كاميرا يلا ملونسيه باقا بشهرين. هاد الجو برو 12 خديتها حتى دازت 4 شهور. المهم الاحساس واعر ملي كتكون عندك شي حاجه وكتكون باقا الطوب. فهي فيها 12 ميجا بيكسل 4K كتصورو ب 60 ايماج بار سكوند، و فول اتش دي 240 بغيتي دير سلو موشن. فيها سلو موشن فوا 8، لايف ستريم دير لايف ستريم فيسبوك ويوتيوب، تيم وارب فيه جوج، اول مره كنشوف داك التيم وارب اللي هو فيديو ستابليزي. فيها الهايبر سموث، ستابليزاسيون ديال الهايبر سموث، هادي كافيه، كانت كافياني ومازال كافياني لحد الان بالنسبه
عقب لي فيديو ديال بيكالا كندير غير اون كتخدم مزيان بلا ما ندير اوطا ولا هاي لايف بروست سوبر فوتو الاج دي ار في لي فوتو زوينين سوبر فوتو كي الكاميرا راسك اوتوماتيك كتشي تعرف شنو غدير في التصاور كيطلعو لي كولور زوينين ريو فورما ديال ادوبي دي ان جي هاديك الفيكساسيون كيفاش كتركب لي دون على قبيلة فيها الفويس كونترول تاتش سكرين جي بي اس و 10 متر تحت الماء بلا بواتي بلا ديك الهاوس. بالنسبة لجو برو 12 فقال لاحظوا 27 ميجا بيكسل في الفوتو يعني فرق كبير في الفيديو 5.3 كا 5K.3 سين ايماج بار سكوند والفور كي 120 فور كي كان في الجو برو ويش 60 ايماج بار سكوند دابا ولا 120 يعني غدير 4K غدير بها سلو موشن. اما 2.7 كا هي تشوكا فهي ب 240 يعني فيديو خطير فيها حتى هي اللايف ستريمين بالفول اتش دي حتى هي 10 متر كتهبط تحت الماء بلا الهاوس سلو موشن كاينه في واويت في هذا الفيو ديال الهيبر فيو ديك الساعه كانت في الجو برو لويس بانت لي الفيو ديك الفيو ديال السوبر فيو هادي داروا فيه هنا الهايبر فيو واحد الفي واعر فيها السوبر فوتو زائد الرو في لي فوتو فيها الاش دي ار في لي فوتو والاش دي ار في الفيديو انهانسد باتري لايف باتري ديالها ماشي هو الباتري بحال اللي كان في الهيرو ويت غادي نوري لكم هضر مقارنه هو بيناتهم. وبالنسبه للديبس ديال لي كولور واصله ل 10 بيت كولور يعني مليون ديال لي كولور مليار ديال لي كولور مليار يمكن انا قلت مليار ماشي بحال 8 بيت فيها شي 16 مليون ومات مليار ديال لي كولور انهانسد اوديو كابتشر. بالنسبة للبلان ديال هادو كاينين على حساب الجو برو فولتا والميديا مود والهايبر سموث 6 كنا قلنا الهايبر سموث 8 كانت في الهايبر سموث 2 هادي الهايبر سموث 6 يعني شحال من جينيراسيون ديال 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 الهايبر سموث ديال في ستابيليزاسيون 2 3 4 5 6 من 2 حتى 6 فإلا درنا مقارنة من ناحية الشكل هادي الجو برو هيرو 5 بلاك نار هادي حاطة للبيع اللي بغاو لي شي حاجة وشاف الفيديو يتواصل معايا هادي التمنية هي غنحطها للبيع غتبقى عندي غير 12 الجو برو هيرو 5 بلاك هادي أول كاميرا كانت عندي أول مرة كنشري الجو برو شريت الجو برو هيرو 5 بلاك جديدة فهاد الجو برو هيرو 5 بلاك شو الديزاين ديالها كيفاش داير شكل نلاحظو في التمنية تختلف في الديزاين لينس ما كتحيدش هاد العين ليكرون قاش ال سي دي عادية هادي يعني كاين اختلاف شوية في الديزاين ميكروفون كاين هنا القدام هنا ما كاينش ميكروفون هنا القدام كاين الفوق او كاين واحد هنا الفوق كاين في الجنب وكاين شي بلاصة اخرى جو برو ويدرو فيها هنا جو برو 12 هي فيها كاين هنا القدام فكاين اختلاف الديزاين. بالنسبه لتاني ملي كنجيو للجو برو 12 كيبان كاين تاني اختلاف كاين اختلاف ولكني في الشكل كل مره غادي نكيدرو الشكل جو برو غادو كتكبر 5 قداش كانت 8 كبرات شويه 12 كبر منه الا شفنا تاني هنا في السمك ديالهم 8 راه كتبان عريضة شوية على الخمسة ولكن 12 عرض منهم جوج. بالنسبة لي باتري فاللي باتري ديال جو برو هيرو 8 كانوا بالزرق فيهم 1220 ملي امبير والجو برو 12 ولا في هاد الاونديرو كاين واحد زرق كان في التسعود وقيلو في زرق هو بحال الشكل ولكن كبير هو بنفس لاطاي كيخدم في 9 10 11 و 12
هذا في شي 1720 يمكن، ولا مين امبير كبير الا قارناهم في الحجم، فراه صغر منه حتى العرض عرض منه. بالنسبة لبيتري اللي كانوا في السينك بحالهم بحال دي دويت بحال بحال، واللي باتري ديال الويت كيخدمو في السينك، وديال السينك كيخدمو في الويت، ولكن كينقصو لي بريفورمانس يمكن ستابيليزاسيون في شي ريجلاجات اخرين، ولكن ديال الويت كيخدمو في السينك مزيان بلا مشاكل بلا والو. بالنسبة للشارج ديال لي باتري كيفاش كتشارجي لي باتري، فإما غادي تشارجي الكاميرا وهي راك فيها الباتري بالبورت يو اس بي، تبرونشي مع البي سي ولا مع شي شارجور اللي يكون مزيان. انا عندي الجو برو شارجر ديال الجو برو هو اللي كنشارجي به. بالنسبه لهاد ديال باتري شارجر في بليز ديال جوج ديال لي باتري كيشارجي، كنت خديتهم ملي كان عندي الخمسة والستة، كانت عندي الجو برو يرو خمسة كيشارجي حتى ديال التمانية، فهذا هو ديال باتري شارجر وهذا كيشارجي جوج ديال لي باتري في بورت ديال يو اس بي سي، كي سي بورت الفاست شارجين بالنسبه للجو برو دي شارجر. هذا هو الشارجور ديال الجو برو اوريجينال في يو اس بي سي الشحن السريع، وفيه يو اس بي عادي كيتشارجو فيه لي باتري ديال الجو برو الويت والجو برو 5 و 6 و 7 كلهم هادو كيخدمو. بالنسبة للشارجور ديال هذا ما عنديش، باقي ما خديتش ديال باتري شارجر، حتى نبيع هادشي اللي عندي ديال باتري شارجر ولي باتري والكاميرات دوك الجوج، وعاد غناخد ماتريال ديال 12. فدابا انا كنشارجي غير بالجو برو فولتا اللي معاها هنا في الصورة، هادي فيها شارجور ديال شي فيها 4900 ملي امبير، قولوا 5000 بحال فيها باور بانك وفيها، وكنشارجيها مع نيشان الباتري راك في الكاميرا وكنبرونشيها مع البي سي كيتشارج، ولا بالشارجر ديال جو برو. فهذا هو السوبر شارجر، هذا هو الشارجور ديال جو برو سوبر شارجر. وهادو هما البريزات اللي كيجيو معاه على حساب كل الدول، كل دولة واش من بريزات كيجيو معاه. خدمت بالجو برو سمارت ريموت اللي هي واحد تيليكوموند واتر بروف ضد الماء، كتخدم على بعد ديال كتخدم حتى 10 متر حتى بحال الجو برو تقدر تهبط تحت الماء، حتى هي كانت عندي كتخدم من الجو برو 4 والفوق وغادا كتخدم لي حتى في 8، حتى هي كانت عندي مازال باقي عندي ياهلي. ويفي ريموت هاديك كان نديرها في يدي ولا قدامي في البيكالا، وكنتحكم في الجو برو عن بعد بلا ما نبقى نورك على الجو برو، كنتحكم فيها عن بعد وكنصور بها. اذا فكان هذا هو الابجريد ديالي ديال الجو برو من الهيرو 5 بلاك للهيرو 8 بلاك، ومن الهيرو 8 بلاك من 2019 ل 2023 درت الابجريد بالنسبه للجو برو هيرو 12 بلاك كرياتور اديشن، خديت الباك كومبلي ديال الجو برو نظرا اللي فيه بزاف المميزات وكاليتي زوينه وجوده اخرى. بروسيسور اللي كان في الجو برو الويت نسيتو جي بي 1 داك الرقاقه ديال جي بي 1 حتى هي فيها بزاف المميزات، فيها هي كانت فيها جي بي 1 وفي الجو برو 12 فيها جي بي 2، كانوا التوقعات كيقولوا بلي تخرج فيها جي بي 3 ولكني ما بقات غير 2، فهم كيديروا بحال قلتي كل 4 ديال لي جينيراسيون ديال الجو برو كيبدلوا ديزاين كيبدلوا شكل كيبدلوا حتى الشيب اللي فيها، فممكن الجو برو 12 شهر 9 ان شاء الله
تكون فيها الجي بي 3، تقدر تصور ب 6 كاق ولا 8 كاق على حسب توقعات، فهم هذا واصل 5 كاق 60 في بي اس، ممكن تصور ب 6 كاق، ممكن يكون في انترنال ستورج، ممكن يرجع على جي بي اس، بزاف الاضافات. مهم هذا فيديو خفيف ظريف، خطولت فيه شويه باش تشوفوا ابجريد واش يستحق لهاد الجوبرو 12 ولا لا. انا كنظن انه يستحق بالنسبه لحيت الجوبرو الويت ما فيهاش الفيديو اتش دي ار، الجوبرو 12 ولا فيها اتش دي ار، فيها جي بي لوغ انكودين، تقدر تصور بواحد الفورما ديال مزيان الاي دي تي، لو دير الكولور جرادين في بريمير برو ولا دافينشي ريزور في فاينل كات برو، ف عندك بزاف المميزات باش يعني كاين جديد تستحق انها خدامه لي فلوغرز اليوتيوبرز والناس اللي كدير سبور بحالي انا بالبيكالا ومغامرات والبريه. تهلاو في راسكم، ما تنسوناش بالدعم والاشتراك والبارطاج باش يبقى يوصلكم الجديد، ودعموا المحتوى الهادف والمحتوى المفيد. بارك عليكم من المحتوى العيان والفاسد والفاسق.